إلا الله الله أكبر أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله من أهم علم وهدد علم ولا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا لقمة بين أحد الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا وكانك ربنا إليك المصير لا يكفر في سنة الأسحاب لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرنا حتى تروح الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. فقدنا هذا الفقيد رجل وطني رجل متفتح رجل قاضي نازي فقدنا عميدا من أعمدة القضاء نطلب الله الرحمة. باسمي كنقيب هيئة المحامين القنيطرة وباسمي كافة نقباء الهيئة وكذا أعضاء المجلس وكافة المحامين لهيئة المحامين بالقنيطرة نعلن أننا في هذا اليوم قد افتقدنا عنصر ورجل من رجال القضاء الذي قضى حياته في خدمة العدالة وبوفاته قد خسرنا رجل من الرجال القلائل الذين أعطوا لمنظومة العدالة الشيء الكثير. فباسمي وباسم هيئة القنيطرة كافة باسم النقباء وكافة أعضاء المجلس وهيئة المحامين القنيطرة نتقدم بتعازينا الحارة لأسرة القضاء وكذا لأسرته الكريمة راجيا من العلي القدير أن يرحمه ويسكن فسيح جناته وشكرا لكم. الأستاذ المرزوقي كان رجلا فاضلا ورجلا هادئا وكبته لمدة 10 سنوات في الاشتغال معه كان نموذج الوكيل العام يعني المحايد والموضوعي والأب الحنون والمستمع الهادئ وكان رجلا فاضلا ويعبر عن وطنيته في صمت ويعبر عن وطنيته من خلال الالتزامات والحضور يعني اليومي يعني الملفات دائما في وقتها والمساطر تمشي يعني المحكمة النيابة العامة غدا على أحسن ما يرام ولم نسمع عليه قط ولو الإشاعة. كان رجلا فاضلا تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه وإنا لله وإنا إليه راجعون وعزاؤنا واحد للأسرة القضائية في دائرة شراردة ودائرة الرباط سلا القنيطرة والاستنافية القنيطرة. رحمة الله على الأستاذ المرزوقي والله يجعل محبته صبر وشكرا.